أمين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية والمهتم بشؤون الصم والبكم. أستاذ إبراهيم، إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا يا كابتن. إيه الأخبار؟ كل سنة وحضرتك طيب. الحمد لله يا فندم، إزاي حضرتك؟ ممكن نشوف إن شاء الله دوري للناشئين للصم والبكم، خاصة إن إحنا هنا متبنيين يعني قاعدة كبيرة من دوريات كرة القدم للأشبال، فممكن الصم والبكم حقهم علينا إن إحنا نشوف لهم دوري للناشئين؟ طبعا والله، هو احنا بدورنا كمسؤولين عن رياضات المعاقين في مصر بنتمنى ان القاعده تتسع، وكل ما القاعده بتوسع هتفرز عناصر اكتر، وبالتالي بتزيد من منافسات مصر وبتزيد من فرص مصر في منافسات سواء على المستوى المحلي او على المستوى الدولي. دي جزئيه. انا بس عايز اشرح لحضرتك فكره اللجنه البارالمبيه المصريه. اتفضل. اللجنه البارالمبيه المصريه هي جزء من اللجنه البارالمبيه الدوليه اللي هي الانترناشونال بارالمبيك كوميتي. تمام. احنا مسؤولين عن مجموعه رياضات. دلوقتي بدات بعض الاتحادات تنفصل، زي اتحاد الكره الطايره جلوس، زي الاتحاد المصري للاعاقات الذهنيه، زي الاتحاد المصري لرياضات المخفوفين. بدات الرياضات تنفصل، لكن هم تحت الامبريلا بتاعت اللجنه البارالمبيه المصريه. اما بالنسبه لرياضات الصم فهي تبع الديف ليمبيك وليست تبع اللجنه البارالمبيه الدوليه، لكن حاليا حسب قانون الرياضه المصري احنا مسؤولين عنها لحين ينفصل ويبقى ليها اتحاد خاص بيها، وبيمارس من خلال هذا الاتحاد جميع رياضات الصم وليس كره القدم فقط. يعني هم ليهم ممارسه كل رياضات الصم. فان شاء الله عقبال الاتحاد ده ما يشهر وينشا ويقدر ان هو يوسع القاعده بتاعته، احنا في مصر مسؤولين عن اداره رياضات الصم، وعندنا لجنه مختصه كلها من الصم، من اصحاب القدرات الخاصه برياضات الصم، وهم مجموعه فاهمه جدا ومجموعه عندها القدره وكانوا لعيبه كره قدم قبل كده ومختصين برياضات الصم. لكن احنا بندعمهم، وهي كفكره يا كابتن اللي حضرتك بتقولها طبعا فكره محترمه جدا ان احنا نوسع. انا عايز اقول لحضرتك احنا عندنا دلوقتي اكثر من 66 نادي بيمارسوا كره القدم للصم. 66 نادي؟ يعني عندنا درجه اولى وعندنا ممتاز. حضرتك حاصرين اعداد الصم والبكم اللي بيمارسوا كره القدم يا استاذ ابراهيم؟ بص يعني في عدد تقريبي، يعني حتى يعني مش لازم عدد دقيق بس عدد تقريبي. احنا مهتمين بالصم والبكم علشان فعلا اقول لحضرتك على عدد تقريبي لا يقل عن 1600 لاعب. طيب يعني ما شاء الله عندنا عدد، يعني ممكن يبقى في دوري قاعده كبيره جدا. وعايز اقول لحضرتك مصر ليها باع كبير جدا في رياضات الصم بالذات كره القدم. احنا حاصلين سنه 2012 على الميداليه الفضيه وثاني كاس عالم في تركيا. يعني بحققوا بطولات طبعا يا فندم. تمام. 2017 احنا حاصلين على الميداليه البرونزيه في اولمبياد الصم، ودي كانت برضه موجوده اتلعبت البطوله دي وكانت في تركيا. تمام. بس يا استاذ ابراهيم ده نخبه من لاعبي كره القدم المحترمين. تمام. كان المدير الفني كابتن توفيق صقر. تمام. وكان المدرب العام الكابتن طارق النجار، واداري الكابتن احمد صديق، وكابتن شوكت النجار. يعني جايبين مجموعه محترمه من كويس. بس يا استاذ ابراهيم يعني حضرتك اسمعني، يعني بس ده على مستوى الكبار، ان ولد ممكن يمارس من الصم والبكم على سن 19 سنه و20 سنه، بس انا بتكلم عن قاعده بقى للناشئين، ده حقهم برضو علينا ان يبقى في حصر للولاد الصغيرين، ان احنا هنا رسالتنا من برامج الاشبال للناشئين ان فعلا يعني في الصم والبكم لما اتفرجنا وبصينا عليهم فعلا فيهم مواهب. طبعا طبعا. والله انا هقول لحضرتك يعني تسمح لي ان انا اتبنى نفس الفكره معاكم، وانا هتقدم بمذكره لمجلس اداره اللجنه ولجنه الصم، واطالب بعمل دوري للناشئين، وان شاء الله نبداه، ويبقى انتم قناه صاحبه الفكره حضرتك واستاذ محمود شوقي، يعني ان شاء الله يبقى فكره كويسه ونبداها. طب ايه ابرز العقبات اللي ممكن يعني ما تخليناش ناخد الخطوات سريعا في هذا الموضوع؟ بص هقول لحضرتك، هي العقبات اللي بتقابل الرياضه المصريه بشكل عام هي العقبه الاساسيه وهي التمويل المادي. تمام. لكن اللجنه البارالمبيه الحمد لله الى حد ما دلوقتي بدانا ان احنا نجيب اكثر من سبونسر شيب ان هو يقدر يرعى اللجنه البارالمبيه.
وان شاء الله ان شاء الله الفتره اللي جايه هيكون في تطور، واوعدك يعني ده مش هيبقى اول لقاء بيننا، مش اول مداخله، ان شاء الله يبقى في اكثر من مداخله، وهنتابع مع بعض، وهقول لحضرتك دايما عن النتائج اول باول. استاذ ابراهيم امين، عضو مجلس اللجنه البارالمبيه، شكرا جزيلا لك. دي قضيه مهمه جدا، وان شاء الله هنتبناها هنا وهنفضل وراها في برنامج